لكن كما كنت نقول لما نروح لتونس بعد ذهاب العلي كاين شوفير تاكسي في المطار تنحكي معاه يقول لي واش رايك لاباس كيفاش راكم بعد الثوره ولا قبل الثوره يقول لي والله لكن كان زي العابدين خير انا شوف نقول بلي على الطبقه السياسيه وعلينا جميعا باش ما نكونوش ادبيين وغير نحبسوا الحراك يبدا كل واحد يدافع عن المصالح الخاصه تاعو احنا عندنا مشروع للعالم قاع راهو يعتز بينا ما لازمش مباشره في المرحله الانتقاليه نبداو نقولوا باللي انا لازم تعطيوني سكنه انا لازم تعطيوني خدمه هذه الاشياء تاتي مع الوقت تاتي مع الوقت وفي نظام ديمقراطي اعتقادي ما نقولش باللي رجعوا كلنا اغنياء ما نقولش باللي كلنا نديروا شركات ولا نلقاو خدمه ولكن الشيء الاكيد اننا كلنا سنكون متساوون امام القانون وامام المؤسسات نحب كاع
انا بشوفه بقول لكم حاجه اللي هادو ماشي ممكن يقبلوا واحنا نريحوا يخرجوا بطريقه نظاميه وسلميه حتى يروح. وشوف كاين كثير من الناس يتخوفوا يقولوا باللي المؤسسه العسكريه بلاك دير لنا كيما السيسي في مصر. انا نقول باللي في تاريخ هذا الوقت للمؤسسة العسكرية هي التي صنعت الرؤساء تحت غطاء تصحيح ثوري، تحت غطاء أن هذو ظلاميين ويرجعون للعصور الوسطى. وفي كل تحركاتهم لم يستشر الشعب أبدا. هذه المرة الشعب هو الذي يملي إرادته، ولا لا توجد مؤسسة أو شخص، والعالم شاهد بأننا نناضل بطريقة سلمية وبأننا سنبقى نناضل بطريقة سلمية. وكل المؤسسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بينما تقدرش تتجاوز الشعب. على هذه باش نجاوب على السؤال الأخير، هل أنا متفائل؟ أنا متفائل، ولكن لازم نقول لكم بأن هذه الثورة السلمية في نفس الوقت نطالب بتغيير نظام. يجب أن نطهر أنفسنا وأخلاقنا. لدينا كثير من الأنانية وكثير من حب الذات، ودائما نظام ربنا باش نفكروا بهذه الطريقة، أنا ثم فاميلتي ثم الجزائر. يجب أن نغير تفكير. إذا حبينا نكون أحفاد تعميروش وعبان وكريم وزيغوت يوسف وبن بلعيد، يجب، لأن هؤلاء بدون أنانية طلعوا باش يحروا الجزائر، باش يحروا الجزائر. على هذه متفائل بأن احنا كذلك يجب أن نتغير، لأن الديمقراطية هي ليست انتخابات فقط، هي أخلاق، هي أخلاق. يجب أن نحترم بعضنا البعض، هي احترام الآخر، هي نفكر. جون كينيدي عندما انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خاطب الشعب الأمريكي قائلا: لا تقولوا ماذا تستطيع أمريكا أن تقدم لكم، قال كل واحد فينا يقول ماذا يستطيع أن يقدم لهذا الوطن. إذا تحلينا بهذه الأخلاق بيننا ما نكونوش أنانيين، بمجرد يتوقف الحراك نبدأ في مطامع ذاتية وشخصية، وفي نفس الوقت نبقاو حذرين باللي هذه المسيرة السلمية يجب أن نحافظ عليها. وكل شخص في أي مرحلة يحب يخرج عن هذا الإطار المرسوم من طرف الشعب نواجهه بنفس طريقة سلمية. ولكن أنا متفائل لأننا سنستمر في مسيرتنا السلمية في الحرم، وأنا متأكد بأن كل المؤسسات وكل الأفراد لا يملكون إلا الاستجابة لإرادة الشعب. السلام عليكم.